بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم عبر هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من برنامج سنابل إفريقيا، وهذه الحلقة من دولة نيجيريا، وفي معيتنا دكتور خضر بشير من مؤسسة الفرقان الخيرية. مرحبا بك. أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الحديث عن مؤسسة الفرقان الخيرية من نيجيريا، نخرج لهذا التقرير ومن ثم نعود لنتواصل معكم متابعينا الكرام في كل مكان، تابعونا. يظل العمل الخيري في نيجيريا متواصلا رغم ضيق الإمكانات وانتشار المنظمات التنصيرية. من هذا المنطلق اعتنت منظمة الفرقان الخيرية بالدعوة وعمارة المساجد وبنائها ورعاية وكفالة الأيتام في الدرجة الأولى من برامجها في جميع أنحاء دولة نيجيريا. ومنظمة الفرقان الخيرية تهدف للارتقاء بمشروعات العمل الدعوي وأساليبه وتطوير بيئة التعليم ومناهجه وتكوين مؤسسات وكيانات متكاملة وتطويرها. من أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة رعاية وكفالة الأيتام، وذلك بتوفير الطعام والكساء والتعليم. وكذلك تهتم المنظمة بالسلال الرمضانية وإقامة المحاضرات الدعوية. تتجه المؤسسة في الأعوام القادمة لاستخدام أساليب الجودة في العمل الطوعي في تحويل الوحدات الوظيفية إلى فرق عمل متجانسة، وتستخدم المتطوعين نشراً لفكر المؤسسة وغرساً لقيم التطوع وتقليلاً للتكلفة الإدارية، سعياً نحو الفاعلية والكفاءة. أهلاً وسهلاً بكم متابعينا الكرام في كل مكان، نتواصل معكم عبر هذه الحلقة من برنامج سنابل إفريقيا. وكما ذكرنا قبل هذا الفاصل، هذه الحلقة من دولة نيجيريا، وفي معيتنا دكتور خضر بشير. مرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية عرفنا على مؤسسة الفرقان الخيرية والحديث عن الرسالة والأهداف ومكان المقر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن مؤسسة الفرقان الخيرية هي مؤسسة خيرية اجتماعية تربوية تعليمية وفي نفس الوقت إغاثية. فهذه المؤسسة جاءت فكرتها من عام 2013. نعم 2003، لأن 13 قريبة لها عمرها بعد التأسس الآن 10 سنوات، لذلك جاءت فكرة عام 2003 لما كادت منظمة المنتدى أن تغادر نيجيريا بإداراتها. فكان هناك حاجة أن يكون هناك مؤسسة محلية تحل محلها. ففكر القائمون على المنتدى على أن يوجد رجال مثلا لهم خبرة في مجال العمل الخيري في نيجيريا أن يحلوا محل هذه المؤسسة، وخاصة ما يتعلق بممتلكاتها وكذا وأعمالها حتى العمل يواصل. فأسس أو أنشئ
لجنة تقوم بهذا الأمر. هذه اللجنة جلست مرات منذ ذاك الوقت وفكرت في إنشاء منظمة أو مؤسسة محلية. فبعد جلساتها خرجت باسم هذه المؤسسة الفرقان الخيرية، ثم بدأت الإجراءات الرسمية من التسجيل وكل ما يتعلق بتكوين الإدارة. فالحمد لله في عام 2005 بدأ العمل، يعني كل شيء كان جاهزا، الترخيص جاهز والمكتب جاهز، فبدأ العمل في هذا العام. في أي مدينة؟ وهي تقع في مدينة كانو في شمال نيجيريا، ومعروف أن مدينة كانو مدينة عريقة في أعمال الخير وفي عريقة في الإسلام، ومن أكبر المدن مدن نيجيريا من حيث كثرة النصمة وأيضا من حيث الحركات الإسلامية. فهذه المنظمة لها من الأقسام قسم التعليم والشؤون التربوية وقسم الإنشاءات والعلاقات وقسم الشؤون الاجتماعية بجانب الإدارة. وقسم الشؤون الاجتماعية هو الذي يقوم بما يتعلق بكل شيء إنساني من الإغاثات وكذلك التوعية بين الناس والدعوة بين الناس، وهذا القسم هو الذي يهتم به. وقسم التعليم يهتم بجانب التعليم، المدارس وحلقات تحفيظ القرآن ودورات تثقيفية للمعلمين والتدريبية كذلك، وكذلك دورات تربوية للأساتذة في الجامعات والمعاهد العليا. نعم. وله كما قلنا قسم أو يعني ناحية من حيث الحلقات لتحفيظ القرآن. فأكثر المساجد التي تبع المؤسسة هناك حلقة لتحفيظ القرآن، فهذا القسم يقوم بإدارتها. نعم. وكذلك هناك برنامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهو متواجد في بعض المؤسسات أو في بعض المدارس التابعة للمؤسسة، فهذا القسم أيضا يقوم عليه. وكذلك هناك برنامج خاص لحلقات تحفيظ القرآن للشباب، الشباب والشابات مثلا الذين في الجامعات والذين في المعاهد العليا، وكذلك الشباب الذين هم في مجال العمل لكن لا يجدون فرصة لتعليم المستمر كل الأسبوع، فيأتون لهذا البرنامج لتحفيظ القرآن للشباب خاصة. نعم. وإذا جينا إلى قسم الإنشاءات، فهذا القسم هو الذي يقوم على كل شيء يتعلق بالإنشاء، مثل بناء المدارس، بناء المساجد، بناء الآبار وما يتعلق بذلك. نعم. وإذا جينا إلى قسم الرعاية الاجتماعية، فهذا القسم يهتم بما يتعلق بالإغاثة، سواء إغاثة طبية، إغاثة دعوية وما إلى ذلك. نعم. وغير ذلك من التدريبات ودورات للمعلمين وما إلى ذلك. طيب دكتور خضر، حدثنا عن العمل الخيري بصورة عامة في نيجيريا. نعم. يعني لأي مدى يتفاعل المجتمع مع الأعمال الخيرية والمنظمات الخيرية كمان؟ نعم، الحمد لله هناك أعمال خيرية في نيجيريا كثيرة، وسواء من المؤسسات عموما من المؤسسات الإنسانية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، فهذا موجود. والناس في نيجيريا في حاجة إلى هذه الأعمال الخيرية، ولذلك كانوا يتفاعلون بها.
وخاصة الناس في القرى والأرياف فإنهم يحتاجون إلى هذا الأمر. لذلك كلما تذهب مؤسسة أو منظمة لتقدم عمل خيري فإن المجتمع في هذه القرية أو في هذا الريف فإنه يتفاعل به ويقبله بكل سرور لأن الحاجة موجودة. نعم. هل هناك منظمات مشابهة لمؤسسة الفرقان الخيرية؟ نعم. تعمل بذات النسق؟ نعم، في مؤسسات سواء كانت محلية أو خارجية. من المحلية هناك مثلا جماعة إزالة البدع وإقامة السنة، وهناك مؤسسة المؤسسة الإسلامية في نيجيريا، وهناك جماعة الوعظ والإرشاد، وفي الجنوب هناك جماعة أنصار الدين، وهناك جماعة نصر الإسلام. وجماعة نصر الإسلام وأنصار الدين هذه من المؤسسات الأولية في نيجيريا في العمل الخيري. نعم. طيب هذا الحديث يقود يعني الدخول في تفصيلات. نعم. حوجة الناس. نعم. يعني إلى أي مدى يعني تراعي مؤسسة الفرقان الخيرية حوجة الناس في نيجيريا؟ طيب الحمد لله ما أن الدولة نيجيريا الحمد لله لها ثروات وما إلى ذلك، لكن تجد في الأرياف هناك حاجة. مثلا بعض الأرياف وبعض القرى تعاني من قلة الماء. نعم. لأن المياه صرف المياه ما وصل إليها، وتجد في بعض الأماكن حتى الماء عميق تحت الأرض، مياه جوفية. نعم. فيحتاجون، فتجدهم إذا مثلا بعد وقت الخريف بشهرين ثلاثة تجد الناس يتجولون هنا وهناك طلبا للماء. فلذلك المؤسسة الفرقان كانت تقدم برنامج بئر الآبار لهذه الأرياف، فهي بنت آبار كثيرة جدا في 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 قرى وأرياف الولايات مختلفة، ليس كانوا مقرها فحسب، وإنما في أكثر ولايات الشمال وجزء من ولايات الجنوب. وحفرت آبار منذ إنشائها إلى اليوم لا تزال تحفر الآبار، والطلب أيضا موجود مستمر، كل يوم ناس يتقدمون بطلباتهم، وهذا يدل على شدة الحاجة إلى مثل هذه الأعمال. وإذا حدث مثلا فيضان، نعم، فالمؤسسة يعني سرعان ما تتقدم بالإغاثة إلى مثل هذه المناطق التي أصيبت بالفيضان. وكذلك إذا كان هناك مثلا قلة المطر أو كذا، فهي سرعان ما تذهب بمواد غذائية، نعم، وتوزع على المحتاجين. وقبل شهرين كده أو ثلاثة حدث حادث في كانو، حيث مات كثير من الناس. فالمؤسسة الحمد لله وفرت مواد غذائية وذهبت إلى الأسر المتضررة ووزعت هذه المواد إليها، وكذلك بعض الأموال حسب ما تيسر لها وزعت على هذه الأسر يعني عقب هذا الحادث. نعم. طيب لديكم مكاتب في بقية المدن؟ حتى إن لم يكن هناك مكاتب مثلا تذكر أو مستقلة، لكن الأعمال منتشر والمندوبون أيضا منتشرون في مناطق مختلفة. مثلا في عاصمة نيجيريا أبوجا هناك مندوب، لأن هناك أعمال لهذه المؤسسة في هذا المكان، ولم يكن له مثلا مكتب مستقل، لكنه موجود ويشرف على أعمال المؤسسة في هذه المنطقة. طيب. وكذلك ولايات مختلفة مثل ولاية بلاتو وولاية سوكوتو وولاية زنفرة وولاية كادونا، كلها هذه الولايات فيها مندوبون الذين يقومون بأعمال خيرية نيابة عن المؤسسة. نعم. طيب نطاق عمل هذه المؤسسة، هل
يعني تعملون داخل نيجيريا فقط أم هنالك تعاون مع منظمات تساعد على الخروج من نيجيريا؟ نعم، أكبر عمل في نيجيريا، لكن إذا طرأ شيء في الدول المجاورة فإن المؤسسة يعني تحاول أن تساهم بما يتيسر لها. مثلا في السنوات الماضية حدث مثلا جفاف في دولة نيجر، فهذه فمؤسسة الفرقان ذهبت إلى هذا المكان وقدمت إغاثة ووزعت مواد غذائية لحوالي 5 ولايات من دولة نيجر التي أصيبت بهذا الجفاف. ولذلك أحيانا عملها يخرج من نيجيريا إلى خارجها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. طيب، هنالك مشاريع نفذت وبكل تأكيد يعني المشاريع الناجحة هي تكون نموذج لبقية المنظمات. نعم. وقفة مع أهم المشاريع. نعم. طيب، من المشاريع التي نجحت أن المؤسسة قامت بدعوة جمعية الأبصار، من جمعية البصر أو مؤسسة البصر، نعم، لإقامة مخيمات للعيون. فأجابت مؤسسة البصر وجاءت وقامت مخيمات عديدة في نيجيريا ولايات مختلفة. قامت مخيم في كاسنا حوالي 2 مرات، وقامت في ولاية بلاتو حوالي 3 مرات، وقامت بولاية بوشي وفي كانو مرات عديدة. وهذا في الحقيقة نجح حتى أدى إلى أن تؤسس مؤسسة البصر مستشفى للعيون في مكة. ما شاء الله. لماذا؟ لأن خلال هذه المخيمات يعني رأت أن حاجة الناس إليه وتفاعل الناس بهذا المخيم كبير جدا، فلذلك رأت مؤسسة البصر أن تؤسس مستشفى في نيجيريا خاصة في ولاية كانو، فأسسته ووجد قبولا كبيرا جدا من الناس، والآن يعتبر من أكبر مستشفى العيون في شمال نيجيريا. آه ما شاء الله. وبسبب ذلك أيضا أسس مستشفى آخر في ولاية أخرى. لماذا؟ لأن حاجة الناس أصبحت كبيرة، وحتى في حاجة إلى أن ينشأ مستشفى آخر مثلا في ولاية أخرى. فلذلك هذا يعني عمل كبير ووجد نجاحا كبيرا جدا. نعم. اهتمامكم بالمساجد يعني من المشاريع الكبيرة جدا. المساجد والدعوة والمجال الدعوي. نعم. أي مدى تهتمون بهذا المجال؟ المساجد وهذه والدعوة كلها تأتى قسم الاجتماعية، الشؤون الاجتماعية، لأنها كلها تتعلق بحياة الناس ودينهم. فالمؤسسة أنشأت مساجد لا تقل حاليا عن 25 مسجدا في ولايات مختلفة، بعضها في الجامعات وبعضها في المعاهد العليا وبعضها في الأرياف. كل هذه المساجد موجودة والحمد لله، الناس يستفيدون منها وفي عباداتهم وما إلى ذلك. فهذه بناء المساجد ليس هو فحسب، وإنما عمارة المسجد، وكل مسجد بني يعمر أو أساسا بعبادة الله سبحانه وتعالى، إقامة الصلوات، وثانيا الدروس العلمية التي تقام فيه. فالناس الحمد لله استفادوا من هذه الدروس ويعني وغيروا من سلوكياتهم الباطلة
إلى الصحيحة، وأيضا تعلموا ما يتعلق بدينهم وما يتعلق بحياتهم وغير ذلك خلال الدروس التي تلقى في هذه المساجد. ثم في كل مسجد أيضا يكون غالبا هناك حلقة للأولاد لتحفيز القرآن الكريم، ولذلك كل مسجد تابع للمؤسسة تجده مسجد ومدرسة وأحيانا معهد، لأن بعض الحلقات هذه الآن أصبحت مدرسة ابتدائية إسلامية. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. يعني المسجد أدواره عظيمة وجليلة. جدا جدا. نعم، ويخدم المجتمع بصورة كبيرة. نعم. ومن أهم المشاريع كذلك، يعني يمكن يعني توفير عدد كبير جدا من العلماء، يعني لتفقيه الناس ولتعليم الناس أمور الدين. نعم. طيب، المسؤولون داخل نيجيريا أي مدى يتعاونون مع مؤسسة الفرقان الخيري؟ نعم، الحمد لله. أصلا مؤسسة الفرقان ما تعمل شيء إلا بعد توفر الإجراءات الرسمية، كل الأوراق الرسمية هي تحاول أن توفرها قبل أن تقوم بأي عمل. فعلى هذا كان هناك علاقة وطيدة بين المسؤولين وبين المؤسسة. ثم إذا قامت بمشروع هي تدعو أحد المسؤولين في المنطقة أو في الولاية يأتي إما لفتح هذا العمل الخيري، سواء بئرا أو مدرسة أو مسجدا، يكون من ضمن من يعني يأتون لافتتاح هذا العمل. وإذا كان مثلا مدرسة في تخرج دفعة للطلبة أيضا يدعون هؤلاء المسؤولين، والحمد لله هم يستجيبون. وإذا كان هناك حاجة مثلا بأن يتدخلوا ويساهموا بشيء فالمؤسسة تقدم وغالبا يستجيبون. فأحيانا هم يوفرون الأراضي التي يبنى عليها مدرسة أو يبنى عليها مسجد. نعم. وهذا في الحقيقة تجاوب من المسؤولين، ونشكرهم على هذا. نعم، سنواصل الحديث عن هذا المحور لكن بعد الفاصل. نعم. فاصل المتابعين الكرام في كل مكان، من ثم نعود لنتواصل معكم وسنابيل إفريقي. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان، لازلنا نتواصل معكم عبر هذه الحلقة من سنابل إفريقيا، وفي معيتنا دكتور خضر بشير من مؤسسة الفرقان الخيرية بدولة نيجيريا. مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. سألتك يعني سألتك قبل الفاصل. نعم. يعني مدى تفاعل المسؤولين. نعم. داخل نيجيريا. نعم. وبكل تأكيد للحكومة أدوار. نعم. لا يعني في تسهيل كثير من المشاكل ويعني مساعدة المنظمات في تنفيذ المشاريع. جدا. تعليق. الحمد لله، وكما قلت إن المسؤولين يتجاوبون لكثير من طلباتنا ويوفرون ويسهلون لنا بعض الأمور. وأذكر من هؤلاء حاكم زنفر سابقا يريما بكورة، في الحقيقة هو وفر أرضا لمركز ابن أثيمين في مدينة زنفرة، وأصبح هذا المركز من أكبر المراكز في هذه المنطقة لما يقوم به من الأعمال دروس وكذا. أصبح له حتى له معهد حاليا التي يقدم دبلوم في هذه المنطقة. وكذلك ولاية كادونا، حاكم ولاية كادونا حقيقة هو أيضا يتعاون مع الإخوان في مدرستنا التي تسمى كلية المنار في كادونا، ويسهل لهم كثيرا من الأمور. وفي ولاية كانو كذلك لا نشكر حاكم ولاية كانو دكتور موسى كونكسو ونائبه دكتور عبد الله غندوجي، وكذلك أمير كانو على ما يقومون به من التعاون بينهم وبين مؤسسة الفرقان.
قبل نهاية السنة أو منتصف السنة حتى حضر نائب الحاكم نيابة عن الحاكم يعني مناسبة التخرج دفعة من الطلاب الذين ختموا القرآن وحفظ بعضهم القرآن، هو كان ممن حضر هذا الحفل ونشكره على هذا، وكذلك بقية الحكام والمسؤولين الذين يتعاونون معنا في هذا العمل الخير. نعم. باعتبارك مدير مكتب التعليم في مؤسسة الفرقان الخيرية، يعني مجال التعليم من المجالات المهمة جدا في حياة الناس، تطواف عبر مشاريع التعليم والاهتمام بالتعليم والمشاريع المقترحة والمستقبلية. نعم الحمد لله، التعليم مما يهتم به أو تهتم به مؤسسة الفرقان، لذلك أول عمل خيري لها هو تأسيس المدارس، فلها مدرسة الحمد لله اشتهرت حاليا وهي مدرسة البيان في مدينة جوز، هذه المدرسة خرجت دفعات وحاليا حاملوا بعضهم يحمل شهادة ماجستير وبعضهم الدكتورة وبعضهم أصبحوا مثلا قضاة ومحامين ومجالات مختلفة الحمد لله، فلها قبول جدا بين الناس، كان الطلاب يتوافدون إليها ليس من داخل نيجيريا بل حتى من خارجها، من دولة غانا ومن دولة بنين ومن دولة توجو والأفريقيا، كثير من الدول الأفريقية كان يأتي إلى هذه المدرسة، وتخرج كثير أيضا من الشباب الذين هم الآن بعضهم في مجال التدريس وبعضهم في مجال القضاء وغير ذلك. فبذلك بعد ذلك لها مدرسة كلية في كادونا، وهي تعتبر مدرسة عصرية تهتم بجانب العلوم العصرية العلوم، وبعده بجانب ذلك أيضا لها اهتمام بما يتعلق بالتربية الإسلامية، فلذلك الطلبة في هذه المدرسة يكتسبون الأمرين العلم العصري والتربية الإسلامية، وهذا أعطاهم ميزة بين كثير من الطلاب. وهذه المدرسة الآن حصلت على ميدان أرض كبيرة، فإن شاء الله هي تحاول مستقبلا أن تؤسس معهدا يعطي دبلوم، وإن شاء الله في المستقبل أيضا إلى البكالوريوس والليسانس، الآن حصلت على هذه الأرض. وبجانب بذلك هناك معهد ابن عثيمين في ولاية زنفرة، هذا المعهد كما قلت يريم بوكورا حاكم ولاية زنفرة سابقا هو الذي وفر الأرض وكان يعطيهم يعني مساعدة كل سنة في كل شهر في لهم ميزانية من الحكومة، فهو الآن يعطي دبلوم مثلا في الدراسات الإسلامية وفي اللغة العربية وفي التربية، ومعتبر لدى الحكومة ومسجل لدى جامعة أحمد بيلو، والطلاب يمتحنون امتحان العام في الدولة في من هذه المدرسة. وأيضا الآن في مدرسة في مقر المؤسسة تحت الإنشاء والحمد لله بنيت ولها ما لا يقل عن 18 فصلا، فستفتح إن شاء الله في العام الدراسي القادم، وهي أيضا ستقوم بتقديم دراسة من جانب العلوم العصرية وجانب التربية الإسلامية حتى يكون الطلبة إن شاء الله ذو حدين حينما يتخرجون ويستطيعون أن يدخلوا في أي مجال إن شاء الله يريدون. وهناك حلقات أيضا هي تابعة لهذا القسم، هذه الحلقات موجودة وتخرج منها دفعة كثيرة من حفظة القرآن الكريم سواء من البنين والبنات. ثم هناك مثلا برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في هذا البرنامج يأتي إليه
تجد الوزراء في الولاية والضباط والعساكر والتجار يأتون يتعلمون اللغة العربية في هذا البرنامج. تجد واحد عسكري كبير متقاعد يأتي يتعلم، واحد شرطي كبير حتى أصبح يعني وصل إلى حد كذا فيأتي يتعلم، وتاجر وهذا. وفيه قسم للشباب، للشباب حلقة تحفيز القرآن للشباب، يأتون يوم السبت والأحد وهي يوم العطلة الأسبوعية عندنا. فتجد الشباب من مجالات مختلفة، بعضهم طلاب في الجامعات وبعضهم في منهم أطباء ومنهم مهندسين ومنهم كذا، يأتون لتعليم أو يأتون لحلقة حفظ لحلقة القرآن الكريم، بعضهم يحفظون. الآن برنامج بدأ تقريبا سنتين الآن، وبعضهم على وشك الحفظ الآن، حفظ القرآن الكريم، مع أنهم يدرسون الطب ويدرسون الهندسة، وبعضهم في مجال العمل، بعضهم يعملون في البنك وكذا، لكن في هذين اليومين يأتون يجلسون ساعات لدراسة أو لتعليم قراءة القرآن الكريم وحفظه. هذا عمل الحمد لله يقوم بهذا القسم، ربنا يتقبل يعني إن شاء الله هذا العمل ووفقهم الله وصدق خطبهم إن شاء الله. بكل تأكيد لكل عمل يعني هنالك معوقات جدا وهنالك مشاكل، المعوقات والمشاكل التي يعني تحد من الوصول للغايات والأهداف، ماذا تقول؟ أحيانا بعض المشاكل تكون إدارية، وبعض أحيانا تكون مالية. إدارية مثلا إما مثلا نريد أن نقوم بمشروع فلم نجد موافقة عليه، مثلا تتأخر الموافقة أو كذا، أو يكون هناك تساهل من بعض القائمين مثلا ويتأخر هذا العمل، فهذا نوع من المعوقات، ولكن يعتبر سهل بالنسبة لهذا. وأكبر معوق غالبا هو نجهز مشروعا ولا نجد له تمويلا، فهذا هو أكبر. فلا بد إذا لم يوجد له تمويل هذا يعرقل المسألة، لكن الحمد لله حاليا فيه ناس خيرين الذين في الحقيقة يقدمون مساعدات. مثلا المدرسة التي قلت الآن في مقر المؤسسة شخصان يعني قاما ببنائها من الأهالي دون انتظار أحد سواء من الخارج أو كذا، فيوجد هذا. فقط الناس يحتاجون إلى أن يجد الناس جادين وكذا، فإن شاء الله يتفاعلون ويساهمون. لا تتفق معي عدم وجود معلومات عن مكان الحوجة ووجود قاعدة بيانات واحدة من المشاكل؟ لا أعتبر هذه مشاكل، لأن مكان الحاجة غالبا معروف، مثلا المكان الذي يحتاجون إلى آبار، مكان الذي يحتاجون إلى مدارس غالبا معروف، فقط الوصول إليهم لكثرة الطلبات وكثرة الحاجة. تجد أمامك قائمة من الطلبات للمدرسة وآبار وكذلك، ويعني حدودك المالي ما يسمح لك بأن تلبي هذه الطلبات كلها، ففقط يكون المشكلة هنا. وإلا فالأماكن الحاجة معروف سواء في 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 في, في, في الولايات القريبة أو البعيدة، مثلا ولاية الجنوب مثلا، وإن كان عملنا أصلا ما وسعناه إلى الجنوب، لماذا؟ لأن الطاقة يعني غالبا محدودة، لكن نتعاون مع جمعية خيرية هناك إذا كان عندهم شيء أو جاءنا شيء من هناك، فيعني نكلمهم وهم يقومون بما يستطيعون، ولكن مع ذلك تأتي حاجات كثيرة من هناك، تترك هناك وتأتي إلى هنا، طمعا أنها تجد يعني تلبية حاجتها هنا.
لذلك أماكن الحاجة معروف، فقط الطاقة محدودة لا تستطيع أن توفي وتلبي كل هذه الطلبات. دعنا نقف مع دور المجتمع الإسلامي. نعم. الوطن العربي والمجتمع الإسلامي داخل نيجيريا. نعم. في دعم العمل الخيري بصورة عامة. تعليق. طيب. الحمد لله، دعم العمل الخيري في مجتمع نيجيري الحمد لله موجود، وإن كان لم يصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه، لكن هناك بعض الأيادي الحمد لله هي تساهم وتدعم، وفيه رجال أعمال وفيه تجار إذا وجدوا أيدي آمنة ومنظمة فإنها تقدم. فأضرب مثلا لهذا العمل الذي نحن فيه، وكذلك كلية المنار في كادونا، فبناها المؤسسة، بنتها المؤسسة، ولكن أهل الخير في المكان ورجال الأعمال في المكان تقريبا وفروا أرضا مثل الأرض الأصلي، ثم هدموا تقريبا جميع المباني الموجودة وبنوها من جديد، كلها من جيوبي، بنوها من جديد بعد توفير أرض مثلها أو أكثر منها، أكبر منها، ثم بنائها من جديد، بنوا المسجد من جديد، وبنوا الفصول من جديد، ووفروا لها ما تحتاج إليه على مرتبة عالية، كلها من جيوبي. فلذلك هناك يعني ناس يدعمون عمل الخير إذا وجدوا أيدي آمنة ومنظمة ومرتبة. وكذلك عندنا أيضا هنا في كانو ناس أعطوا، والأرض لمدرسة البيان واحد تبرع بها، لذلك هناك من يساهم، لكن الذين يساهمون قلة والذين يدعمون قلة، فيحتاج هناك حاجة لكثير من رجال الأعمال والتجار على أن يساهموا بهذه الأعمال، ولكن ليس فقط أن يساهموا مرة واحدة، فأنا أرى أن يهتموا بجانب الوقف، لأنه ممكن واحد يأتي يبني مدرسة ويتركها ولا تستطيع أن تواصل أعمالها، إما لأنه لضعف الدخل، ولو مثلا إذا بنى واحد مدرسة وقف عليها وقفا، مثلا الوقف الذي مثلا يدر لهذه المدرسة مصدرا ماليا بحيث تستطيع أن تواصل في عملها، فهذا يكون خيرا جدا. ولذلك تجد يبنى وأحيانا العمل لا يواصل، لماذا؟ لأنه ليس هناك دخل وليس هناك مصدر الذي يمشي هذا العمل. نعم. طيب، كيفية التواصل مع مؤسسة الفرقان الخيرية؟ يعني بعض المنظمات لديها ويب سايت على الانترنت، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها، أرقام للتواصل، أرقام أو حسابات للبنوك. كيف تتواصلون مع من يريد أن يدعم العمل الخيري في مؤسسة الفرقان؟ نعم، أرقام البنوك حقيقة موجودة، فغالبا حينما نعلن عن شيء نكتب هذه الأرقام بجانب هذا الإعلان، بحيث من يريد أن يساهم بشيء فعلى طول يذهب إلى هذا الحساب. فمثلا مدرسة التي تأتي الإنشاء الآن في مقري بهذه الطريقة، لما أعلننا عنها أعلننا مع حساب البنكي، فالذين قاموا بهذه المساعدة وهذا الدعم على طول هم وضعوا هذه المبالغ في البنوك، ليس يعني كاش يعني، وإنما على طول وفروها. وموقع في الحقيقة موقع تحت الدراسة حاليا ولم يوفر، لكن كل ما يتعلق بإيميل وما إلى ذلك فهذا موجود. موجود. نعم. نعم.
يعني تتابعون الأخبار عبر الإيميل وتتراسلون مع الآخرين بصورة يعني دورية وبتواصل مستمر. نعم جدا. نعم. جدا نتواصل معهم عبر الإيميلات سواء من الداخل ومن الخارج، في تواصل لديكم بين الناس. صفحات على الفيسبوك وتويتر و يعني اليوتيوب، لديكم مثلا فيديوهات خاصة بالمشاريع التي أنجزت ولا؟ على مستوى المؤسسة موجود، مثلا بالنسبة لليوتيوب، بالنسبة لويب سايت موجود على مستوى مؤسسة، لكن ليس على مستوى الأقسام، ليس على مستوى الأقسام، وإنما فقط على مستوى المؤسسة. فإذا وصل شيء إلى مقر الإدارة فهم يوصلونه إلى الأقسام المعنية. باعتبارك عضو لاتحاد المؤسسات الإنسانية في إفريقيا، يعني وقفة من خلال عطاء هذا الاتحاد، ولأي مدى يعني يؤمل أصحاب المنظمات الخيرية في هذا الاتحاد؟ لكن بعد هذا الفاصل، فاصل من ثم نعود نتواصل معكم متابعين الكرام في كل مكان، تابعوا. اهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان، لازلنا نتواصل معكم عبر هذه الحلقة من برنامج سنابل إفريقيا، وفي معيتي دكتور خضر بشير من مؤسسة الفرقان الخيرية بنيجيريا. مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. سألتك قبل الفاصل عن اتحاد المؤسسات الإنسانية في إفريقيا. نعم. ولأي مدى يعني يخدم المنظمات الخيرية ويدعم العمل الخيري بصورة عامة في إفريقيا؟ نعم. تعليق. اتحاد المؤسسات الإنسانية في إفريقيا اتحاد على مستوى إفريقيا يضم كثيرا من المؤسسات الإنسانية في إفريقيا، وجاءت فكرة إنشائه بعد إنشاء أو تأسيس الاتحاد المؤسسات الإنسانية العالمي الذي مقره في الكويت. فالإخوة الذين في هذا الاتحاد يعني حثوا بعض المناطق على أن يقوموا بتأسيس الاتحاد الخاص بمناطقهم، فشمال مثلا آسيا أسست، ثم الآن إفريقيا. واتحاد المؤسسات الإنسانية فيخدم المؤسسات التي هي عضو فيه عن طريق مثلا توفير تدريبات للمديرين في هذه المؤسسات، كيف يقومون بإدارة منظماتهم وكيف يقومون بإدارتها وما إلى ذلك. ثم إذا كان هناك شيء في مقر المؤسسة أو المنظمة التي تحت هذا الاتحاد فهي تبلغ الاتحاد، مثلا إذا كان هناك جفاف أو هناك مثلا شيء بلاء وقع لا قدر الله في هذا المكان، فيبلغ الاتحاد والاتحاد يقوم بدوره بتقديم ما تيسر له من مساعدات ومعونة وما إلى ذلك. مثلا حاليا الاتحاد قدم إغاثة لإفريقيا الوسطى، إغاثة قدم إليها، وهو الآن تحت دراسة أيضا ليعمل شيء حال ما يتعلق بالإيبولا هذه التي أصيب الناس بها. فالاتحاد يعمل، فإذا مثلا الأماكن المتضررة فالاتحاد يفكر في تقديم مساعدة ومعونة لهذه المناطق، وأيضا
اتحاد يساعد المؤسسات التي هي عضو فيها وغيرها أيضا بتقديم مشورات حول أمور ما، مثلا إذا طرد عندهم مشورة أو كذا فهذا الاتحاد يقدم إليهم هذه المشورة وهذا التوجيهات وما إلى ذلك. الله. نعم. نحن على مشارف ختام هذا اللقاء. نعم خير. وسنرسل رسائل. نعم. نبدأ هذه الرسائل برسالة لأهل الإعلام، ماذا تقول؟ أهل الإعلام حقيقة هم لهم عمل كبير بالنسبة لمؤسسات الإنسانية الخيرية. من ما ينبغي أن يساهموا به مثلا الإعلان أعمال هذه المؤسسات وتعريف بها لدى الناس حتى يتعرف الناس عليها ويعرفوا حاجات هذه المؤسسات حتى يقدموا لهم. لذلك نشر برامج وأعمال هذه المؤسسات أمر عظيم يقوم به الإعلام. وكذلك الإعلام يساهم في هذه المؤسسات بتوجيهاتهم إلى مثلا توثيق أعمالها، حتى إذا ما استطيعوا وسائل الإعلام أن تصل إليهم فهم إذا وثقوها يرسلوا إلى الإعلام والإعلام ينشرها حتى يعرفها الناس ويروا حاجاتهم، وإن شاء الله بذلك يقدموا إليهم مساعدات ودعم. نعم. رسالة أخرى للخيرين. نعم. وأصحاب المال. نعم، الخيرين ورجال الأعمال وأصحاب المال هم يعني عليهم عمل كبير جدا بالنسبة لدعم هذه المؤسسة، لأن كل عمل يحتاج إلى مال، فإذا لم يكن هناك مال لا يمكن المؤسسة تقوم بأي شيء، لأن غالبا هذه المؤسسات مؤسسات خيرية ليست ربحية، تجد ليس لها يعني دخل يصدر لها أموالا تقوم بأعمالها، إلا غالبا هذه هؤلاء رجال الأعمال وأصحاب الخير. لكن بجانب تمويلهم لمشروعات هذه المؤسسات فأنا أؤكد مسألة الوقف للمؤسسات، لأن مثلا مول مشروعا مرة مرتين وانتهى، وكلما تريد مؤسسة أن تقوم بمشروع تعود أيضا إلى صاحب الأموال وإلى رجال الأعمال، لكن إذا كان هناك وقف يدر نعم أموالا لمؤسسة فإنها إن شاء الله في المستقبل تقوم بنفسها دون أن تعود إلى أحد. وإذا مثلا كان اثنين ثلاثة أو مؤسسة أخيرة واحد اثنين يقوم عليها، وإذا لم يجر هذا أو عجزوا ومعنى ذلك أن المؤسسة أيضا تعجز وتقف، لكن إذا كان هناك وقف ويعني يدر أموالا لمؤسسة فإنها إن شاء الله تقوم ويستريح هؤلاء أصحاب الخير يستريحون في المستقبل. فأضرب مثلا لجامعة الجامعة الإسلامية في يوغندا. الجامعة الإسلامية في يوغندا كانت تعتمد على مؤسسة مثلا خارجية، ولكن لما وجدت وقفا ضخما من أصحاب الخير وثمرت هذا الوقف الآن هي قائمة بذاتها، حتى يقال إنه ليس هناك جمعية إسلامية يعني على مستوى مثل جامعة الإسلامية في يوغندا، لأنها لها وقف عظيم يدر لها أموالا بجانب الرسومات الداخلية التي تجدها من الطلاب. فهكذا ينبغي أن يكون عمل الخير، أصحاب الخير يوقفون له وقفا بحيث في المستقبل تقوم المؤسسة بنفسها دون أن تعود إلى أحد، أو بل هي أيضا ممكن تمول آخرين. فأنا هذا الذي أريد أن أشير به إلى أهل الخير وأنصحهم به. نعم.
رسالة أخرى للمسؤولين في كل بلدان إفريقيا. الرسالة التي أوجهها إلى المسؤولين هي أن هذه المؤسسات تكمل أعمالهم ووظائفهم. مؤسسة إنسانية مثلا هي تقوم بحفر الآبار، وهو أصلا من واجب المسؤولين، فالآن مؤسسة تساعدك في هذا العمل فإنها مكملة لك. هي تبني مدرسة، والمدرسة على أي حال فإنها تساعد في تعليم شباب هذا المجتمع، سواء أي نوع من العلم فهو مهم جدا، سواء تعليم إسلامي أو ديني أو عصري، فإنها هي أيضا مكملة لمسؤولية الحكومة. فعلى هذا ينبغي أن يكون للمسلمين للمسؤولين أن مثلا يتعاونوا مع هذه المؤسسات في تسهيل الأمور لهم، مثلا ما يتعلق بالترخيصات، ما يتعلق بتوفير بعض الأمور كالأراضي وما إلى ذلك، يسهل لهم الأمور لأن المؤسسات مكملة لأعمالهم مهما يكون عملها. فعلى هذا لا ينظرون إلى أن المؤسسة لها كذا ولها كذا، أخيرا هي عملها مكمل لأعمالهم، فينبغي أن يكون هناك تعاون تام بين المسؤولين وبين المؤسسات الخيرية إن شاء الله والإنسانية. دكتور خضر بشير، رسالة شكر لمن ترسلها. أشكر جميع القائمين على عمل الخير في كل مكان، وخاصة القائمين على الأعمال الإنسانية من مؤسسات ومنظمات وما إلى ذلك، وأشكر كذلك الذين القائمين على مؤسسة الفرقان في نيجيريا من المسؤولين والأعمال الخير، أصحاب أعمال الخير. أذكر خاصة الحاج يوسف عبد الله الذي وفر أرض لمقر المؤسسة أصلا يبلغ ملايين، يعني بعملتنا المحلية الآن يصل إلى 100 مليون، وهو وفرها في سبيل الله. وكذلك الذين أيضا يتعاونون معنا، وحاكم ولاية كانوا وأمير كانوا، كلهم نشكرهم على تعاونهم معنا في عمل الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور خضر بشير، مدير مكتب التعليم بمؤسسة الفرقان الخيرية بدولة نيجيريا، وعضو مجلس إدارة المؤسسات اتحاد المؤسسات الإنسانية في إفريقيا. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا، أشكركم أيضا وأشكر إذاعة طيبة على إتاحتها فرصة لي لهذه المناقشة، ونسأل الله التوفيق لهم والسداد. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا متابعينا الكرام في كل مكان، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سنابل إفريقيا. حتى جديد الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، ومن دولة إفريقية أخرى. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.